أنا من بغداد مباشرة حمزة مصطفى الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حمزة أهلا بك. نبدأ أولا من ملف التظاهرات والاحتجاجات والإجراءات الحكومية بعد اجتماع رئيس الوزراء مع بقية الكتل السياسية، كيف تقيم وتقرأ الإجراءات إن صح التعبير السريعة باتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل وإيجاد الحلول لمشاكل المحتجين؟ نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة كان ينبغي أن تتخذها قبل هذا التاريخ حتى لا تتكرر مثل هذه الاحتجاجات والمظاهرات التي هي موجودة بالعراق تقريبا منذ عام 2011، ثم اتخذ شكل آخر منذ عام 2015 إلى اليوم، استمرت منذ 4 سنوات. الآن الأمر اختلف، اتخذت صيغة أخرى أكثر اتساعا وشمولية، وأيضا الأهم ما فيها أنها لم يتمكن أحد حتى الآن من ركوب موجتها ما عدا المندسين، والآن بدأ دورهم يتراجع بسبب فصلهم عن باقي المتظاهرين السلميين. الإجراءات الحكومية إذا جاءت لا أستطيع القول أنها جاءت استجابة، وإنما جاءت تحت الضغط، بينما ما كان المفروض أن يحصل هذا. إذا كانت هناك أموال موجودة لدى محافظة البصرة، لماذا لم تطلق منذ 2 أو 3 سنوات مثلا؟ وإذا كانت توجد فرص عمل، لماذا لم تطلق أيضا هذه فرص العمل؟ هل نحتاج دائما إلى مظاهرات حتى نستجيب؟ هذا السؤال يجب أن تجيب عنه الحكومة بل والطبقة السياسية كلها، لأن المسؤولية في الحقيقة ليست مسؤولية هذه الحكومة فقط، إنما هي مسؤولية كل الطبقة السياسية التي اجتمعت أمس مع السيد العبادي والتي تحكم البلاد منذ عام 2003 إلى اليوم. هذه الطبقة السياسية أثبتت بالدليل الملموس أنها لا تملك لا خطة ولا إرادة ولا رؤية حقيقية طيب لبناء دولة. وإلا أستاذ مصطفى، يعني بمسألة تشكيل لجنة لمتابعة الإصلاحات الحكومية، هذا ما قرره المجتمعون، هل سيقتنع المواطن بتشكيل هذه اللجان التي سبق وأن سئم موضوع تشكيل لجنة، وبالتالي سوف لم ربما يتحقق ما يصبو إليه المواطن، هل سيقتنع بهذا الإجراء؟ لا أبدا. حال هذه اللجنة، أولا حال كل اللجان التي شكلت في مختلف القضايا ولم تظهر نتائجها. الشيء الآخر المهم أن الإصلاحات أو الاستجابة أو الإجراءات لا تحتاج إلى لجان، الأمور واضحة. ملف الكهرباء يجب أن يعالج بطريقة جذرية، ملف الماء يجب أن يعالج بطريقة جذرية، ملف الخدمات كله مرتبط مثل ما قلتك بالجواب السابق بإرادة وخطة ورؤية حقيقية. أما نشكل لجنة إحنا الآن ليش؟ الآن وياك نقدر نتحدث، نقدر نحل مشكلة الكهرباء الآن على الهواء بأمور منطقية وعملية، أتي بخبراء، أتي بفنيين، بشركات، بمستثمرين، وأوفر لهم البيئة الآمنة ويبدأهم بالعمل. وكذلك أمر مع باقي القطاعات. وكذلك الأمر مع باقي القطاعات. أما أنا إذا أشكل لجان الهدف منها تميع هذه الأمور، ولذلك الناس غير مقتنعة. المتظاهرون الآن أصبحوا أكثر وعيا بالتعامل مع مثل هذه الأمور، وليس مقتنعين بكل هذه الإجراءات. في كلام رئيس الوزراء أكد أنه دولة العراق قائمة على إرادة المواطن وقائمة على استحقاق انتخابي، يعني ذكر أنه ليس عيبا أن يعني نستجيب لمشاكل المواطنين وليس خوفا منه، بالعكس أنها دولة ديمقراطية تعمل على إرادة المواطن العراقي. كيف تقرأ هذا التصريح؟ شوف، يعني احنا دائما نروح قبل للدستور، انه الدستور العراقي يكفل حق التظاهر. حق التظاهر موجود حتى بالسويد، هم مرات يطلعون يتظاهرون، لكن على امور معينه. كفرق بين ان تتظاهر على امور قد يبدو بها المواطن بطران يريد امور افضل، وبين ان يتظاهر على اشياء اساسيه، يعني هي من واجب الحكومه. الكهرباء لا تحتاج الناس يتظاهرون حتى الحكومه حتى تجيبوا موفره كهرباء لمواطنيها وهي دوله فقيره. فكيف العراق بلد غني ويطفو على بحر من النفط وميزانية أكثر من 100 مليار دولار، وإننا والله الدستور يكفل حق التظاهر وإحنا عود نستجيب من موقع قوة؟ ما المفروض أن نلجأ إلى هذا؟ صحيح عندنا انتخابات،
صحيح عندنا تداول سلمي من السلطة، لكن ما قيمة هذه الأمور وعندنا كهرباء 20 ساعة باليوم قطع؟ يعني ما قيمة الانتخابات أو التداول السلمي من السلطة وأنت ما موفر أبسط الخدمات؟ هذه ليست يعني إنجاز حتى نتحدث عنه ونعتبره شيء مهم. يعني بغداد تطرق باب الرياض لزيارتها عبر وفد كبير من مكلف من قبل الحكومة بعد رفض طهران طبعا تزويد العراق بالكهرباء. هل تعتقد اتجاه بغداد إلى السعودية هو لتكون بديلا عن إيران؟ أتوقع نعم، لأن إيران يعني تحدثت بصراحة مع الوفد العراقي الذي ذهب قبل أيام السيد وزير الكهرباء من أن أولا إيران هي نفسها تعاني الآن من نقص شديد في الطاقة، ثم أنها تطلب العراق من عام 2013 أموال لم تدفع، وهناك ربما الآن صعوبات أكثر في دفع الأموال إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية. لذلك العراق مضطر، وهذا بديل مناسب. يعني هذه ليست، بالعكس هذه خطوة إيجابية أن نتجه إلى أي دولة أخرى، الكويت ممكن، يعني تركيا، السعودية، هذه خطوة إيجابية شريطة أن تكون هذه المرة بعملية وصحيحة وتنبني عليها نتائج سريعة أولا بالقدر الممكن، واستراتيجية مستقبلية بالقدر الطبيعي لمثل مشاريع كبرى مثل الطاقة والنقل وغيرها. نعم، طيب هل المملكة ستتعاون بهذا الملف مع العراق؟ هل ستستجيب لمطالبه بهذه المرحلة؟ تقصد السعودية؟ طبعا المملكة العربية السعودية. نعم نعم، أتوقع أولا السعودية انفتحت على العراق بشكل جيد منذ حوالي سنتين، وأسس العام المجلس العراقي التنسيقي السعودي الأعلى الذي يعني يشمل كل القطاعات في مختلف المجالات، وأتوقع يعني السعودية هنا سوف يعني تبذل أقصى قدر من الجهود في هذا المجال قدر استطاعة الأمر. يعني إذا كان هناك يعني مثلا نستطيع أن نشتري الكهرباء من السعودية وتوجد خطوط ناقلة ممكن هذه الأمور تكون سريعة، ولكن إذا لم يكن ممكن أن تجلب شركات أو محطات مثلا تساعدنا السعودية في هذا المجال، سواء في مجال الأموال أو في مجال الخبرات أو التقنيات. حمزة مصطفى الكاتب والمحلل السياسي حدثنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك.